لحظة إهانة شخص ما. في الوقت نفسه نفقد احترامنا أيضا. مرحبا صديقي العزيز، سأخبركم اليوم عن توقعات شهر يونيو لصعود الميزان. هذا الرسم البياني للكواكب التي تدور في مرحلة العبور. بردس في 7 من يونيو والثاني 22 من يونيو. في يناير كشتورثي يوم 14 من يونيو. سإنكشتي شتورثي يوم 27 من يونيو. القمر الجديد في 10 من يونيو. اكتمال القمر في 24 من يونيو. حدث كسوف للشمس في 10 من يونيو وهو غير مرئي في الهند. الآن دعنا ننتقل إلى التنبؤ. هنا رقم 7 مكتوب، لذلك أنت صاعد من برج الميزان. إذا كان برجك عند الولادة يحتوي أيضا على رقم 7 مكتوب هنا، فهذا التوقع يناسبك. يرجى عدم ارتكاب أي خطأ في مشاهدة الفيديو، وإلا فلن يتطابق التوقع. هذا التوقع على أساس الأوقات والتواريخ الهندية، لذلك يجب عليك تعيين التنبؤ من تاريخ ووقت بلدك. برج الميزان المتصاعد هو فينوس، وزهرة تجلس في منزلك التاسع. علامة زودياك لكوكب الزهرة وعطارد هي تبادل في هذا الشهر. معنى كوكب الزهرة في دائرة الأبراج عطارد، وعطارد في دائرة الأبراج الخاصة بزهرة. لذلك سوف تستفيد كثيرا من هذا. الزهرة، كونك في المنزل التاسع يمكن أن تجعلك تستفيد من الخارج. سوف يدعمك الحظ، ستكون العلاقات مع والدك وجيرانك جيدة. خلال هذا الوقت يمكنك الذهاب في رحلة طويلة. قد يستفيد أولئك المرتبطون بمجال الاتصال. المريخ يجلس في منزلك العاشر. عندما يأتي المريخ في برج سرطان يصبح منهكا. لهذا السبب ستبقى هذه المرة متوترة بالنسبة لأصحاب العمل. قد يكون لديك نزاع مع رئيسك في العمل. لا يجب أن تتشاجر مع أي شخص في المكتب. نظرا لوجود كوكب المريخ في مكان عملك من 2 يونيو إلى 19 يوليو، فقد تواجه بعض المشكلات في وظيفتك. عندما تذهب إلى الوظيفة أدفع أولا طاعة للورد جانباتي ويتلاوهاني وماني بأن أولئك الذين ليس لديهم وظيفة ويبحثون عن عمل يمكنهم الحصول على وظيفة جديدة من 22 يونيو إلى 16 يوليو. هذا ليس الوقت المناسب للقيام بأعمال تجارية. قد تكون هناك مشكلة في ألم أسنانك. يمكن أن يكون هناك نقاش في المنزل. هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في سوق الأسهم. لا توجد فرص للزواج هذا الشهر. سيكون 9 يونيو والعاشر من يونيو أفضل الأيام لأولئك الذين يحبون شخصا ما. سيظهر كوكب المريخ أيضا في منزلك 4 ويجلس زحل هناك، لذلك قد يكون هناك جدل في منزلك أيضا. لا شراكات إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري جديد. العلاقات مع شريك العمل لن تكون جيدة. يمكن أن تأتي المشكلة أيضا في حياتك الزوجية. جانب المريخ هو صعودك، فقد يزداد غضبك. عليك أن تتحكم في غضبك وأن تحافظ على هدوء عقلك. عندما يأتي كوكب الزهرة مع المريخ يمكنك الحصول على بعض راحة في كل هذه الأشياء. كوكب المشتري يجلس في منزلك 5. هذا هو الوقت المناسب لإنجاب الأطفال. في 20 يونيو سيتم سحب كوكب المشتري. يمكنك الاستفادة من سوق الأوراق المالية واليانصيب والمقامرة. ستكون العلاقات مع أطفالك جيدة. بالنسبة لأولئك المنخرطين في المجال المالي سيكون هذا هو الوقت المناسب. إذا كنت تريد اتخاذ قرار مهم فعليك اتخاذ القرار قبل 20 يونيو. زحل في منزلك 4 وهو الرجعي، لذلك يمكن أن يكون هناك جو توتر في منزلك. سعادة المنزل ستنخفض. قد تتدهور الصحة ودتك. سيظهر زحل أيضا في منزلك 10، ثم قد تزداد مسؤوليتك في العمل المكتب. سوف ينظر زحل أيضا إلى صعودك، لذلك قد تواجه القليل من الكسل. مع وجود عطارد في منزلك 8، مع رحو وسن معه، ستكون أكثر اهتماما بتخصصات الغامضة. يمكن العثور على ممتلكات الأجداد.
سوف يدعمك رحوف العمل البحثي. في هذا الوقت عليك توخي الحذر أثناء القيادة. قد يكون هناك ألم في ركبتيك قدميك. قد يكون كلامك مريرة. يمكن أن يسبب وجود كيتو في منزلك الثاني جدلا في منزلك. لا يجب أن نتجادل مع عائلتك. لنرى الآن الأيام السيئة. أنت أو أنا يوما أو يومين في الشهر مما يسبب لنا التوتر وعدم الراحة والمتاعب. المتشائمون يصنعونها، وهذا هو الوقت الذي يدخل فيه سيد العقل والدماغ في الموقف السلبي. عندما يأتي القمر في المنزل السادس أو الثامن أو الثاني عشر فإنه يألمنا. أولئك الذين ليس لديهم ولادة قمرية جيدة يمكنهم مراقبة برادوش في السابع من يونيو والثاني والعشرين من يونيو. هذا هو صوم اللورد شيفا. 3 و4 من يونيو، 8 و9 و10 من يونيو، 18 و19 و30 من يونيو. ستكون هناك أيام سيئة بالنسبة لك، لذا يجب ألا تتخذ أي قرار خاطئ في هذا اليوم. إنه لأمر جيد إلا تسقط في فوضى الهدر. تحكم في كلامك. لا تقل أن روح أحدهم مجروحة. قد تزيد نفقاتك. يمكن أن تأتي المشاكل الصحية أيضا. تعرف الآن على جد كسري يجب. عندما يكون كوكب المشتري والقمر معا، أو كوكب المشتري والقمر وجها لوجه بعضهما البعض، أو في 4 أماكن، يتم تشكيل يجاجاج كيشري. تماما مثل الآن، كوكب المشتري موجود هنا، عندما يأتي القمر هنا، في برج الدلو، أو سيأتي هنا في برج الثور، أو سيأتي هنا في برج الأسد، أو سيأتي هنا في برج العقرب، ثم بسبب المشتري والقمر، جاج سيتم تشكيل كسري يوجب. في جد كسري يوجب، هناك مزيج من كوكب المشتري والقمر، المشتري يعني المال والقمر يعني الماء. لذلك خلال هذا اليوم تدفق الأموال جيد. إذا كنت تقوم ببعض الأعمال، فيمكنك تحصيل المدفوعات من شخص ما، خلال هذه الأيام، يمكنك الحصول على فائدة. إذن هذا هو جد كسري يوجب. يتم تحضير يوجاج كسر من أجلك في هذه الأيام الخمسة. 1 من يونيو، 9 من يونيو، 16 من يونيو، 22 من يونيو، 29 من يونيو. من بين هذه الأيام الخمسة لن تحصل على الكثير في 9 من يونيو، لكن الأيام الأربعة المتبقية ستكون مفيدة لك. من خلال تذكر اللورد راما أولاً كل يوم ثلاثاء وقراءة حنومنت فاليس وتوزيع الحلويات على الأطفال في المعبد، سيكون ذلك مفيدا لك. بالنسبة لأولئك الذين لم تكن ولادتهم المريخ جيدة، مما يعني أن المريخ في المنزل الرابع أو الثامن أو الثاني عشر في برجك، يمكنك إذن مشاهدة فينايا كانشات ورثيو في 14 من يونيو وسان كاشاتيشات ورثيو في 27 من يونيو. إذا كان الرحو سيئا في برجك، بمعنى أنه في المنزل الرابع أو الثامن أو الثاني عشر، فعليك أن تقرأ فيسنوس حسترينم في كل قمر جديد. في المياه المتدفقة، سيقلل تساقط جوز الهند من التأثير السيء للرحو. في هذا الشهر، يكون القمر الجديد في 10 من يونيو. حدث كسوف للشمس في 10 من يونيو، وهو غير مرئي في الهند. إذا تبرعت في هذا اليوم، فسيكون ذلك مفيدا لك. إذا كنت لا تستطيع التبرع، تعويذة الشمس. يمضبك يوزم سانتسيم كسيابيم محدا يوتم. تموري سورف ببجنم برينتوز من دفكرم. علامة اقتباس. يجب على المرء أن يردد هذا المنترا. يمكن أن يؤدي ترديد سان منتر إلى التخلص من كل مشاكلك. إن ترديد المنترا أثناء الكسوف يثبت بسرعة أن المنترا. في كل قمر جديد، 10 من يونيو، ضع بعض السمسم الأسود في الماء وقدمه لشجرة بيبال، وسوف تحصل على الفائدة أيضا. لذلك كان هذا هو توقع شهر يونيو لصعود الميزان. استمر في مشاهدة قناتنا لمزيد من المعلومات. أشكرك.